أهلا بكم مشاهدينا. أوضح التعليق الأسبوعي أن ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس منظمة الاتحاد الأفريقي فرصة لاتخاذ قرار لإصلاح هيكلة المنظمة، وليس الاحتفال كمجرد ذكرى تاريخية في مسيرة المنظمة. وذكر التعليق الذي صدر تحت عنوان خطوة مهمة لإصلاح أفريقيا أن منظمة الوحدة الأفريقية السابقة أنشئت في 25 من مايو من عام 1963 قبل أن تتحول لاحقا إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، وتعتبر إحدى أهم التجمعات الدولية الكبرى في العالم، حيث ينص ميثاقها على العمل على تطوير الأوضاع السياسية والاقتصادية للشعوب الأفريقية وتحقيق العديد من القيادات الكبرى لشعوب القارة، مضيفا أن من مبادئ المنظمة عند تأسيسها هو مساعدة الدول الأفريقية على الاستقلال بحكم أن معظم الدول الأفريقية كانت تحت نير الاستعمار، وتقوية الوحدة بين الشعوب الأفريقية وتحقيق نمو اقتصادي عبر التعاون المشترك وحماية حقوق الأفارقة، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء واحترام سيادة الدول والحدود الاستعمارية والاتفاقات المبرمة، والسعي لحل أي نزاع بين الدول الأعضاء سلميا عبر التفاوض والتحكيم القانوني. غير أن المنظمة لم تقم بمسؤوليتها خلال الخمسة عقود الماضية بشكل جدي، على الرغم من الموارد الضخمة للقارة والتطلعات الكبيرة للشعوب الأفريقية والقادة المؤسسين للمنظمة، حيث صارت منفذا للتدخلات الخارجية بسبب اتكالها على المعونات الخارجية، مما تسبب في تدويل العديد من القضايا الناشبة في مختلف مناطق القارة، مما زاد من تعقيدها وبالتالي في إهدار فرص زمنية ذهبية للشعوب الأفريقية. وفي الختام، دعا التعليق إلى ضرورة العمل المشترك لتلافي تكرار نفس الأخطاء خلال 50 عاما المقبلة والتخلص من هذا التاريخ المشين، وترى إريتريا بضرورة أن تضع الدول الأفريقية جدولا زمنيا محددا لإحداث تقرير جذري لإصلاح الاتحاد بالكامل عبر النقد للمسيرة السابقة من أجل تحقيق القايات الضائعة. احتفل الإريتريون المقيمون في كل من مدينة فرانكفورت الألمانية ونيروبي الكينية ومملكة البحرين، احتفلوا بالاستقلال الوطني تحت شعار التصدي درعنا والعمل عزتنا بحفاوة كبيرة. ففي الاحتفال الذي جرى في مدينة فرانكفورت يوم 25 من الشهر الحالي بحضور ممثلي جاليات دول منطقة القرن الأفريقي والأجانب أصدقاء إريتريا وممثلين عن الأحزاب والاتحادات الألمانية، أوضح سعادة سفير إريتريا لدى ألمانيا السيد بيتروس تاغاي في خطابه بالحفل جزمه بنجاح حملة الاستثمار الاقتصادي الحالية أسوة بعملية نيل الاستغلال والزود عنه بتضحيات جسيمة، وأشاد بالتصدي الوطني الكبير للإريتريين المقيمين في ألمانيا بشكل عام ومدينة فرانكفورت على نحو خاص، وحثهم على تعزيز دورهم الوطني من خلال مضاعفة تعاونهم وتمتين تأطيرهم. من جهته، أوضح رئيس لجنة التنسيق احتفال الذكرى 22 للاستغلال بمدينة فرانكفورت وضواحيها السيد فصوم سهلي أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية أسوة بالماضي، مشيرا إلى أن المناسبة فرصة لمضاعفة الجهود وتجديد العهد باتجاه الوطن وتنفيذ أمانة الشهداء. واشتمل الحفل على تقديم فقرات ثقافية منوعة للشباب والأطفال دلالة على تجذر التصدي لدى الشعب الإريتري، إلى جانب إقامة عرض فني كبير. كما احتفل الإريتريون المقيمون في كينيا بعيد الاستغلال يوم 25 من مايو الجاري، حيث أوضح سعادة سفير إريتريا لدى كينيا السيد بين الرؤسوم تميز احتفال ذكرى استغلال هذا العام مع انطلاقة حملة الاستثمار الاقتصادي، ودعا جميع رؤوس الأموال لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة بالبلاد. وفي ذات السياق، احتفل الإريتريون المقيمون في مملكة البحرين بعيد الاستغلال يوم 24، متعهدين بتعزيز دورهم لإنجاح كافة البرامج الوطنية، مشيدين بالإنجازات التنموية المحققة، موضحين أن المناسبة فرصة لتقوية تواصلهم مع حكومتهم وشعبهم. وضمن احتفالات المواطنين في الداخل والخارج بالذكرى 22 للاستغلال، احتفل الإريتريون المقيمون في كل من بريطانيا وأمريكا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بالذكرى بفعاليات كبيرة. وشارك في الاحتفال الذي نظم في العاصمة البريطانية لندن الآلاف من المواطنين بمشاركة واسعة للأطفال والشباب، مما عكس مدى ارتباط أولئك المواطنون بوطنهم، وقدمت في الحفل العديد من الفقرات الفنية والتراثية الإريترية. هذا وأفادت الأنباء عن تنظيم احتفالات
مماثلة مسبقا في مدن ليدز ومانشستر وبرمنغهام وشيفيلد وكافنتري ونيوكاسل ونوتنغهام، حيث أقيمت منافسات رياضية في كرة القدم والعدو للكبار والصغار وتوزيع الجوائز على الفائزين من قبل سعادة السفير تسفا ميكيل جراتو وسط عروض فنية مميزة لفرق الأشبال. كما احتفل الإريتريون المقيمون في كل من بلاد فا وبورتلاند بأمريكا بذكرى الاستقلال من خلال فعاليات توريث القيم الوطنية للأجيال الصاعدة، واشتملت على عروض للأزياء والأغاني التراثية لجميع القوميات، مدعهدين بمضاعفة دورهم في رعاية أسر الشهداء. وكذلك شهدت العاصمة الإيطالية روما احتفالا كبيرا بالاستغلال يوم الأحد الماضي بمشاركة العديد من السفراء الأفارقة والأجانب من أصدقاء إريتريا، وقدمت في الحفل عروضا ثقافية لشباب المولودين في إيطاليا، إلى جانب تقديم حفل فني من قبل الفرق الإريترية في أوروبا وأمريكا. كما نظمت احتفالات مماثلة في نفس التاريخ في كل من مدن بارما وبولونيا وجنوة وفينيسيا ونابولي. وفي فرنسا هنأ سعادة سفير إريتريا لدى فرنسا السيد فاسيل كبرسلاسي في احتفال الجالية الإريترية في فرنسا بالعاصمة باريس يوم 25 من شهر مايو الجاري، هنأ الشعب الإريتري وقوات دفاعه موضحا أهمية مضاعفة الجهود وتقوية الوحدة الوطنية لكافة الإريتريين في الداخل والخارج من أجل المحافظة على الاستقلال الذي قدمت تضحيات كبيرة لنيله والزود عنه. وشهد الحفل مشاركة واسعة للإريتريين وأصدقائهم الفرنسيين. فيما جدد الإريتريون في مدينة مانهايم الألمانية عهدهم لتنفيذ أمانات الشهداء في الحفل الذي نظموه في 24 من هذا الشهر، موضحين منح الأولوية للمحافظة على ضمان سلامة الوطن. وقد تميز الحفل بعروض لطلاب مدرسة لغات الأم الفنية. كما أفادت الأنباء عن احتفال الإريتريين المقيمين في مدينة شيكاغو الأمريكية بالذكرى 22 للاستقلال المجيد من خلال مختلف الفقرات التي تمجد المناسبة. وقد تعهد المحتفلون بتعزيز تصديهم الوطني لإفشال كافة المؤامرات المحاكاة ضد الوطن، مشيدين بالإنجازات التنموية الكبيرة المحققة في البلاد والمنفذة من قبل الحكومة والشعب. أصدرت الحكومة الإريترية مرسوما لتشكيل هيئة للنقل البري تحت رقم 174 لعام 2013. وأوضح المرسوم أهمية إنشاء الهيئة من أجل تقديم خدمات نقل متكامل وناجز ومضمون في كافة مناطق البلاد، مضيفا بأهمية تشكيل نظام نقل بري لإنشاء ومراقبة معايير الجودة الفنية، وكذلك لتلافي سلبيات عامة لفروع مكاتب قسم النقل البري بالأقاليم في سرعة إنجاز المهام وازدواجية المسؤوليات في العمل. هذا ويعتبر المرسوم نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره في صحيفة المراسيم الإريترية. ويشتمل المرسوم على أكثر من 23 مادة حول مهام الهيئة وسلطتها وواجباتها ومسؤوليتها بشكل تفصيلي. أكد الفلاحون وأصحاب البساتين في الإقليم الأوسط أكدوا مضاعفة جهودهم لمضاعفة منتجاتهم من خلال تنفيذ جميع الخطط الزراعية الموضوعة لتأكيد الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال لقائهم مع حاكم الإقليم الأوسط السيد كحساي جبرهوت، حيث أوضح سيادته أهمية الإسراع في تنفيذ كافة مراحل العملية الزراعية في وقتها لدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أهمية استخدام البذور المحسنة لمضاعفة المردود والسعي لاتباع نظام الدورة الزراعية في حقولهم. من جهتهم أعرب المشاركون عن أهمية نظام الزراعة الآلية الشاملة المستحدثة بالإقليم في تعزيز المنتوج، مشيدين بالجهود الحكومية في توفير الجرارات والبذور المحسنة، مؤكدين تقديم جميع ما يطلب منهم لإنجاح الموسم الزراعي. هذا وأوضح كل من السيدتين فرجة إدريس وتبلت قبريسوس والسيد قبر مريم أرأيا، أوضحوا التزامهم بمواصلة أنشطتهم الزراعية لزيادة منتجاتهم. يقوم سكان مدينة عصب والجيش الشعبي بالمدينة بنفير لصيانة أنابيب مياه المدينة. وأوضح السيد طه عقد والسيدة ألماظ صهاية أن نفير إصلاح أنابيب المياه يهدف لحل قلة المياه الناتجة عن الأعطاب في الأنابيب، مشيرين إلى أن العمل يتواصل بقوة إدراكا للنتائج الجيدة التي تحققت من أنشطة النفير السابقة. وذكر السيد عثمان عبد الرحمن والسيد دسوق خبرآب أن العمل الجماعي للشعب والجيش من القيم الإريترية السمحة، وأن نقله للأجيال الحديثة من مسؤولية الآباء.
مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي مشاهدينا، أدى انفجار قنبلتان مساء أمس الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 42 آخرين. وقالت الشرطة أن الانفجار الأول وقع في حي الدورة بجنوب بغداد، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وجرح 27 آخرين، فيما استهدف الانفجار الثاني سوق في حي شعبي بشمال المدينة سوقا في حي شعبي في حي الشعبي بشمال المدينة، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين، وسط اتهامات بأن تكون جماعات دينية متطرفة وراءها. ويأتي الانفجاران بعد مرور يوم واحد فقط من سلسلة انفجارات عنيفة في مختلف أرجاء العاصمة بغداد، مخلفة مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات في موجة عنف هي الأسوأ في تاريخ المدينة. يذكر بمقتل نحو 400 شخص في مدينة بغداد خلال شهر مايو الجاري جراء أعمال عنف دموية طائفية واسعة. قدمت الصين اليوم الأربعاء قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار إلى سريلانكا لتمويل مشاريع إعمارية هناك. وقال وزير الخارجية السريلانكي جي إل بيريس في مؤتمر صحفي في العاصمة الصينية بكين بأن القرض يهدف لتمويل مشاريع لإرساء البنية التحتية في بلاده ضمن مساعي البلدين لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية المشتركة بين البلدين التي تشتمل على تقوية العلاقات العسكرية. ويأتي تقديم القرض الصيني في إطار زيارة الرئيس السريلانكي ماهيندا أريج باكسا إلى الصين. هذا وأفادت مصادر رسمية من البلدين بأن اتفاق القرض يهدف إلى شق طريق وخط للسكك الحديدية في شمال سريلانكا. يذكر بزيادة اهتمام كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند مؤخرا بموقع سريلانكا الاستراتيجي في خطوط الملاحة البحرية في منطقة المحيط الهندي. اتهم مواطنون فلسطينيون في الضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية اليوم الأربعاء، اتهموا المستوطنين الإسرائيليين بتدمير ممتلكاتهم على نحو كبير. أوضحوا بمهاجمة عناصر من ميليشيات المستوطنين لعدة قرى في محيط مدينة القدس الشرقية والضفة الغربية، مما أدى إلى تدمير 14 سيارة على نحو كبير. فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية تدمير 7 سيارات في قرية زبيدات بالضفة الغربية وغيرها من القرى الأخرى، إلى جانب إتلاف 7 مركبات مماثلة في ضواحي مدينة القدس الشرقية، دون أن تعلن اعتقال أي شخص على خلفية الهجمات. هذا وصرح مسؤول فلسطيني محلي بأن عناصر ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين تقف وراء الهجمات على السكان. يذكر بوجود 2.5 مليون فلسطيني إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في مدينة القدس الشرقية والضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليها وعلى أراضي قطاع غزة المحاصر من خلال المفاوضات الطويلة مع إسرائيل منذ أكثر من عقدين. أقلقت كوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء 3 مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في جنوب البلاد إثر فضيحة في مستندات سلامة تلك المنشآت. وأكد رئيس السلامة النووية ومفوضية الأمن وقف تشغيل المفاعلات الثلاث بعد اكتشاف تزوير مستندات سلامة أسلاك خطوط التحكم في تلك المفاعلات، مشيرا إلى أن قيمة الأسلاك تقدر ب 5.3 مليون دولار أمريكي. يذكر بإقلاق السلطات الكورية الجنوبية 23 مفاعلا نوويا في البلاد منذ شهر نوفمبر من العام الماضي لمخالفات كبيرة في شهادات سلامتها. هذا وأعلنت وزارة الطاقة عزمها الاستعانة بالوكالة الدولية للطاقة النووية للتأكد من سلامة جميع المفاعلات النووية في البلاد بعد زيادة الفضائح المثارة في هذا القطاع.